هذا مفهوم السياسات العامة اللي أفهمها هي يكون مركز تمكين للمشاركة والمساواة. اليوم يعقد ندوة حوارية، الندوة موضوعتها واحدة من المواضيع اللي كلش مهمة تخص حياة كل فرد من أفراد المجتمع العراقي، اللي هي الموازنات المالية وما يتعلق بيها. احنا بالخصوص متناولين موضوعة الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. الحقيقة هذا الموضوع يمكن نوعا ما هو غير مطروق، غير مألوف نوعا ما، لكن هو موجود. بعض مؤسسات الدولة القلة القليلة من عدها بدأت تحذو يعني هذا الحذو مبدئيا خلال السنوات القلائل اللي مضت. الحقيقة هاي الندوة هي بدايتها هي عبارة عن تعريفية تثقيفية حتى قدر الإمكان نطلع على السياسات الحكومية والسياسات الوطنية وين وصلت بهذا المجال، اشقد قدرنا يعني نوظف المال باتجاه يكون بنوع من أنواع العدالة أثناء التقسيم للموازنة العامة، اشقد ممكن يكون هذا المال عادل يوصل للمرأة ويوصل للرجل ويوصل للطفل. والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي هي ليست موازنة منفصلة أو منفصلة ومقتصرة فقط على المرأة، وإنما هاي الموازنة هي تراعي الأدوار والاحتياجات لكلا الجنسين الرجل والمرأة، وأهميتها أنه تكمن في توفير تكافؤ فرص وبرامج لكلا النوعين المرأة والرجل. نطالب بهذه الورش من خلال الموازنة لكون النساء لم نحصل بكل الموازنات التي حصلت على حقوق إلى المرأة، فنطالب بهذه الموازنة أن يساوى المرأة مع الرجل، وهذا كان ليس يعني بالقرار 2025، هو من خلال سيدا وأنه تكون مساواة بين المرأة والرجل، ووقع العراق على هذا البند ولكن لن يطبق. لذلك نحن نطالب أن تكون هناك مساواة بالموازنة 50% إلى المرأة و 50% إلى الرجال للحل من حالات الفقر التي تعم في العراق كافة وليس في محافظات يعني متفارقة. تطبيق العدالة الاجتماعية واللي هي أساسا يعني المجتمع الدولي وكذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية وكذلك يعني التنمية المستدامة التي كل الشعوب تتطلع إليها، احنا نلاحظ يعني محافظات القطر بصورة عامة نجد هناك نجاح في يعني تلبية المطالب الاجتماعية والشراح، كل الشراح بما فيها شراح العاطلين عن العمل.